تجنب السفر إلى الدول المضطربة والتي تشهد توترات، بالإضافة إلى الدول المعرضة للأوبئة. التزم بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها. في حال تعرضك لأي مشاكل، اتصل بالبعثة الدبلوماسية البحرينية في البلد أو بإحدى بعثات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو اتصل بمكتب المتابعة بوزارة الخارجية على الرقم 00973172275.